انا السيد حمياني علي، رئيس رابطه بلديه سيدي عباس للرياضات الجواريه. على كل حال انا نقوم بهذه الدورات الكرويه في كامل الاصناف. في كامل الاصناف اصغر اكبر كهول. وهذه الدوره اللي نظمناها تاع دوره الكهول، وهنا الهدف تاعنا باش نجبدوا هذا اللجان الشباب على الانحراف اللي راه يعني منشور في الوطن تاعنا. ونتمنوا ان شاء الله باش السلطات المحليه تساعدنا يعني اقصى يعني الشيء اللي نجمو عليه. وحنا باش نقوموا حنا بالدور تاعنا، وحنا هذا الرابطه تاعنا يعني فيها كاع الرياضات، كامل الرياضات ماشي غير رياضه كره القدم. وحنا رانا نديروا دورات في كره الحديديه، في كره القدم، وان شاء الله رانا متمنيين باش نديروا دورات اخرى في كره السله وكره اليد. ونتمنوا ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. والسلام عليكم.